أنا اشتغلت بشركة اسمها خوفير بتل أبيب اللي بكيت أشتغل بحفريات على تراكتور. ولما أخذوني على مقبرة عبد النبي اللي هي وين مبني أوتيل هيلتون مشان أنا أجرف القبور رفضت وفصلوني من الشغل. رحت أشتغل بشركة ثانية وكانوا يحفروا مجاري في شارع يتسحق سدي بتل أبيب واتضح انه بيجيبوا التراب مع القبور مع الجماجم مع الهياكل العظمية من مقبرة عبد النبي حتى يحطوا بشارع يتسحق سدي. والمأساة الكبيرة لما شفت الأولاد انه جايين من المدرسة وبيلعبوا بالجماجم تبعات القبور في جريهم. فروحت لعلها مشمار اللي مش بعيدين من هناك وقلت لهم انتوا كنتوا كاتبين انه مسوا قبور يهودية في سوريا هياها موجودة هون. اجوا وصوروا واوعدوا انه ينشروها بالصحف وعدت يوعدوني يوم ثاني يوم ثالث يوم. في الاخر قالوا انه حزان اخذها لوزارة الأمن والخارجية. قلت لهم أخذها إلى القبر وهيك وهكذا صار.